انا جبت. ممكن حد يقول لي يعني تقصد انك انت عشان تحل المسألة دي بشكل او باخر كان لابد انك انت تصرف اكتر من، اقول دكتور مصطفى يصلحني لو كنت انا مش واخد بالي، 70 مليار جنيه لبناء محطات معالجة ثلاثية لإعادة تدوير المية. يا ده الموضوع العنوان ده اللي ممكن، انا شايف الدكتور عبد المنعم سعيد موجود، يروح قايل لي الجملة دي في توصية من توصياته. لازم الدولة المصرية تعمل على زيادة الاستفادة من المية اللي موجودة فيها وتعملها وتوفرها بحيث ان احنا حجم الفاقد من المية يقل. طب الكلام ده عشان اعمله وانا لدي الموارد اللي انا اصرف 70 مليار جنيه في خلال سنتين عشان اعمل محطات معالجة ثلاثية متطورة تتاح لي ان انا استخدم المية اكتر من مرة، ادي واحد. طب يا ترى ثقافة المصريين عندها استعداد تقبل ده، تقبل اللي هي المعالجة الثلاثية المتطورة، تقبل ده ولا لا؟ ادي تحدي تاني، الناس مش متعودة على كده. فأقصد أقول إن كل توصية زميل بيقولها في جورنان أو في وسيلة إعلام أو حتى في لقاء، ده أمر يتحول عشان الدولة تعمله إلى، أنت قلت اتكلمتوا عن سينا كتير وقلتوا سينا أنتوا سايبينها، وزميلنا اللي في وزارة الإسكان بتاع دولة المحاكاة بيقول لي القانون 14 بتاع عدم ملكية الأجانب في سينا. يا سيادة الوزير، ده القانون ده أنا اللي حطيته أنا وزير للدفاع عشان أحمي الأرض في سينا يا دكتور.